موريتانيا. بدأت اليوم بقصر المؤتمرات فعاليات الندوة 28 لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينظمها التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا، وذلك تحت عنوان الاهتمام بالقرآن الكريم ودوره في معالجة القضايا الكبرى للأمة. وتشارك في هذه الندوة التي تدوم 3 أيام وفود من المغرب وتونس والسنغال وتركيا والنيجر والسعودية وغامبيا. تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم استهل بها التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا فعاليات المؤتمر السنوي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في دورته 28 حول الاهتمام بالقرآن الكريم ودوره في معالجة القضايا الكبرى للأمة، الذي تحتضن العاصمة نواكشوط فعالياته هذه الأيام. يشرفني وأنا أترأس حفل افتتاح المؤتمر السنوي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن أثمن عالياً الجهود الكبيرة التي ما فتئ التجمع الثقافي الإسلامي يبذلها سعياً إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعريف بخصاله الحميدة وتربية القلوب على محبته والاقتداء برسالته الشريفة. رئيس التجمع الثقافي الإسلامي شكر رئيس الجمهورية الراعي الأول لهذه التظاهرة الدينية مبيناً أهميتها وطعمها الخاص الذي شكل مناسبة لجمع هذا الكم الملتئم لنصرة خير البرية والذي جاء من بلدان وأقطار إسلامية مختلفة. بهذه المناسبة أتوجه بالشكر الجزيل إلى المولى جل وعلا، ثم أتوجه بالشكر بعد ذلك إلى راعي هذا المؤتمر صاحب الفخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاه وأن يوفقه لخدمة البلاد والعباد وأن يعينه بالبطانة الصالحة وأن يجعل في مساعيه الخير لهذه الأرض. وفود مشاركة جاءت من المغرب، السعودية، السنغال وتركيا، أشاد ممثلوها في مداخلاتهم بدور علماء أرض المنارة والرباط في نشر الإسلام وتعاليمه السمحاء وإشاعة السلم والسلام وتشبثهم بالمبادئ والقيم النبيلة التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، وأصبحوا قدوة يحتذى بها في مشارق الأرض ومغاربها. كلمة علماء موريتانيا كانت حاضرة كما هو حالها دائما في مثل هذا النوع من المناسبات. فقرات الندوة تخللتها قراءات شعرية وإنشاد بقصائد تبين خصال وشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. جم الخصال، جم المعالي، جم النوالي، ندى وامي. وإن تركزت هذه الندوة في جلساتها العلمية على الاهتمام بالقرآن الكريم ودوره في معالجة القضايا الكبرى للأمة، لأنه البلسم الشافي والمحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.